مع بسم الله الرحمن الرحيم. أدام فيه حرف جر في اللغة العربية وميقول لك لابد من وجود فعل حرف الجر ده ماسك فيه، بتوع النحو يقولوا متعلق بيه، متعلق بيه زي الطفل لما يتعلق بثياب أبيه، يبقى لازم ماسك فيه كده اهو. فأول ما بنقول ب، وخلي بالك بقى من المسلمين راحوا متعاملين مع كتاب الله لأنه محفوظ ولأنه من عند الله على مستوى الحرف، ب مش على مستوى الحرف وبس، ده كانوا يتعاملون حتى على مستوى السمع مش الحرف بس كده. يعني واحد كده يحصل له وجدان بيقول انا لما بسمع ب، قلت له ب دي فين دي ب؟ قال لي في بسم الله. قلت له ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا انت سريع قوي كده، بسم الله الرحمن الرحيم على بعضها كده، انا اول ما بسمع ب بس، ب ب ب مكسوره كده. قلت له بيحصل لك ايه؟ قال لي بيحصل لي حاجه غريبه يا اخي، بيحصل لي وكأن هاتفا يهتف لي، بي يكون ما يكون. بي يعني بالله، يعني كل الكائنات دي إنما هي بالله. قلت له بس هو ده تفسير؟ قال لي لا ده شعور، بحب ربنا يا أخي، وانتوا عندكم ده ممنوع الشعور ده؟ قلت له لا انت حر، ادم شعور ووجدان، الوجدان ده فيه ابداع فيه تذوق، يبقى خلاص انطلق. قال بي اول ما اسمع كده القارئ قال بسم الله الرحمن الرحيم، اما بي دي هي تعمل لي كده هزه في قلبي وكأن هاتفا يهتف لي، بي كان ما كان ويكون ما يكون، يعني لا حول ولا قوة الا بالله.